منورين يا جماعة والله. ده نورك يا معلم. هي العروسة مش هتيجي يا طنط؟ جاية يا حبيبي جاية بتلبس. والله شكلنا كده هنروح زي كل مرة، زي ما بنروح زي ما بنيجي، مش عارفة هي شايفة نفسها على ايه. لا يا حبيبتي ان شاء الله المرة دي توافق. يا اختي بنتك شايفة نفسها قوي، الولا اهو شاب طول بعرض ما شاء الله عليه، مش عاجبها ليه مش عارفة، بس بقى ما تولعهاش. ان شاء الله المرة دي توافق ويبقى كده في ما بينا نسب ان شاء الله، معرفة خير ان شاء الله يا ابو حموكش، خير ان شاء الله. اهي جت العروسه اهي. خش يا بنت سلمي على حماتك. ايه ده يا ماما انت بتزغرطي ليه؟ انا مش موافقه. وبعدين بقى انت مش موافقه ليه يعني؟ انت شايفه لك حد غيري ولا ايه؟ مش مالي عينك انا؟ دي 20 مره وانا جت اطلبك وانت برضو مش موافقه. الله ما تتعاد يا بنت. ايه يا حموكشه انت صوتك بيعلى على بنتي في بيتي؟ انت اتجننت يا ولد؟ ما انت شايفها يا عمي كذا مره اجي اطلبها وهي تقول لك مش موافقه مش موافقه. بس يا ابني خلي عمك هو اللي يتكلم. مش موافقه، ولو جيت لي مليون مره برضو مش هوافق. اتفضل بقى. جرى يا بنت انت مش عاجبك حد ولا ايه؟ احترمي نفسك على الاقل، احترمي نفسك قدام ابوكي، انت قللت الادب قوي. لا يا حبيبتي انا بنتي مش قللت الادب، انا بنتي متربيه احسن تربيه يا اختي. ما هو باين التربيه بتاعتها جايه تزعق قدامنا وتقول يلا مش موافقه. اتفضلوا بقى، فين التربيه دي؟ دي ما شافتش بربع جنيه تربيه. لا يا ماما دي مؤدبة قوي، عشان كده انا عايزة اتجوزها. قول احترم نفسك يا ولا واتقل شوية، ما هي خفتك دي ولا هي اللي عوجها عليك، اتقل شوية. انت مش موافقة ليه يا تنكة على حموكشة؟ مش طايقة يا بابا، مش عايزاه، ما اعرفش السبب، بس انا مش عايزة اتجوزه. مش طايقة ومش عايزاه؟ مش كفاية مخليها يلف وراكي كده شبه النحلة؟ اكيد انت عاملة له عمل. عمل ايه يا طنط اللي عامله له؟ ابنك عايز يتجوزني من هو لسه في اللفة، لحقت انا اعمل له عمل وانا صغيرة يعني؟ اكيد امك دي. ايوه يا حبيبتي، ما هو ابني ما شاء الله عليه سواق توك توك قد الدنيا. ها؟ واو سواق توك توك، اتصدقت انت ما كنتش اعرف؟ داري داري لحسن يخطفوه. ايوه يا حبيبتي يخطفوه، ماله سواق التوك توك ان شاء الله. ايوه ماله يا اختي مش عاجبك ولا ايه؟ لا مش عاجبني، وقلت لك مش هتجوزك. انت ايه ما عندكش دم؟ بس يا بنت عيب الناس في بيتنا. يا اختي يا بنتك بتعرف العيب ولا بتعرف اي حاجه؟ ما انت مش عارفه تربيها. وبعدين بقى هو الجواز بالعافيه، ما تفهموا بقى واعرفوا ان انا مش هوافق. ما تكرشينا يا حبيبتي احسن. عيب يا تنكة الناس في بيتنا، وبعدين مش عايز صوتك يطلع تاني. قلت لك اجوزك بنت خالتك زي الفل، انت اللي ماشي وراها كده شبه النحله، مش عارفه امتى هتعقل كده وتهدى. قول لي يا حموكش يا ابني بيدخل لك كام بالتوك توك؟ بيدخل لي يا عم 200 جنيه في اليوم وساعات 300، ولما نتجوز ان شاء الله هشتغل طرفين بدل طرف عشان اجيب لها اللي هي عايزاه. ما شاء الله يا ابني، معاك شقه يا ابني؟ ايوه يا عم معايا شقه فوق ماما وبابا على طول، انت عارفها انا بوظف فيها دلوقتي، بس مستني بقى ايه لما هي توافق عشان تيجي تعملها على ذوقها. ما شاء الله يا ابني، وانت معاك شهيد ايه يا ابني؟ تالت اعدادي. ما شاء الله، يعني بتعرف تفك الخط. ايوه يا عمي، واللي عيب الراجل قرشه مش هتعليمه. وانا الحمد لله مقتدر وقادر وكسيب. ما شاء الله يا ابني، ما هو كله تمام اهو يا تنكة، مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني يا بابا، مش موافقه برضه. ان شاء الله يا عمي لما هتجوزها هوصلك كل التوصيلات ببلاش. ما شاء الله، على خيرة الله يا ابني. ايه ده يا بابا، انت هتوافق عشان هيوصلك ببلاش؟ لا يا بنتي انا لسه هفكر. هتفكر في ايه يا عمي؟ ما انا قايل لك كل حاجه اهو. بقول لك انا مش موافقه، انت مالك ومال بابا؟ انت هتتجوز بابا؟ انت ما عندكش دم؟ ده انت زودتيها قوي، عارفه يا بنتي لو ما تلميتيش هقوم كده اجيبك من شعرك واربيكي. استهدي بالله يا حاجه، البنت بنتنا واحنا اللي مربيينها. يستحيل يا حبيبي تكون دي تربيتي، تربيتها اهي حموكشه ما شاء الله عليه. جرايه يا وليه ما تتلمي بقى، انا من الصبح ساكتالك. ايه يا حاجه انت تتكلمي وانا موجود ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا حاج. خلاص يا جماعه احنا هنفكر ونرد عليكم. يا اخويا لا تفكر ولا ما تفكرش، انا هجوزه بنت خالته. مش هتجوز بنت خالتي انا يا ماما، وهو هيفكر وهيرد عليا وهيوافق. يخرب بيت تقل دمك، امشي يا برد مش عايزاك، هتجوزك برضه. خلاص يا جماعه انا يومين كده وهرد عليك يا حموكش. طيب ماشي فكر براحتك، نستأذن احنا. مع الف سلامه نورتونا. ايه يا اخويا الناس النتنه اللي انت جايبنا عندهم دول؟ ده حتى ما قالولناش تشربوا ايه. يلا يا ابو حموكش مع السلامه، وان شاء الله تفكروا وترد علينا، فرصه سعيده. انا اسعد يا ابو حموكش. ايه يا تنكة؟ ايه اللي انت عملتيه قدام الناس ده؟ ايه قلة الأدب دي؟ الناس تقول عليك ايه؟ انت مش متربية؟ يا بابا أنا مش موافقة يا بابا، وأنت عمال تسيرهم. مفيش في حاجة اسمها مش موافقة، أنا اللي أقول موافق ولا مش موافق. اتفضلي على أوضتك وأنا هفكر وأرد. يوه بقى. اتفضلي وبطلي برطمة. ماما أنا مش موافقة يا ماما قولي له.
روحي اوضتك دلوقتي وبعدين هنشوف الموضوع ده. يا اخويا البت مش موافقه ما تكسبهاش. انا قلت هفكر وهرد. اتفضلي روحي اعملي لنا الغدا. حاضر. يا ماما قالت ايه؟ قال هيفكر ويرد. يا ترى هيوافق ولا لا؟ يا رب.